جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط المستمع حسن أحمد بعث يسأل ويقول: والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت إذا شفاها الله من هذا المرض أن تصوم كل شهر 9 أيام، فشفاها الله وصامت هذه الأيام 9 عدة شهور، ولكن ظروف الحياة من زراعة ورعي للأغنام لم تستطع أن تصوم هذه الأيام 9، بل اقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر، وهي إلى الآن لم تقطع هذه الأيام. أرشدونا بارك الله فيكم، ماذا عليها في الأيام المتبقية من كل شهر، وماذا عليها أن تعمل؟ وكذلك أرشدونا بماذا تنصحونها أن تفعله في هذا النذر، جزاكم الله خيرا. الأصل أن هذا الصيام يكون واجبا عليها بالنذر. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا النذر نذر طاعة وهو الصيام، فيجب عليها. أما كيفية صيام هذه الأيام التي نذرتها فهذا بحسب نيتها وشرطها. فإن كانت نوت أن تصومها متتابعة إنه يجب عليها أن تصومها متتابعة، وإن كانت نذرت وأطلقت لها أن تصومها متتابعة ومتفرقة، هذا بحسب نيتها. طيب، فعلى الاحتمال الأول هو أنها نذرتها متتابعة ولكنها صامتها متفرقة، يكون عليها كفارة يمين عوضا عن التتابع، وصيامها صحيح إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. الكفارة لمرة واحدة أو لمرات متعددة؟ لمرة واحدة، تكفر كفارة يمين لمرة واحدة عن التتابع الذي نوته ولم تنفذه. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.